Nukmil fait la lumière. La lumière est constituée de particules de masse nulle. Elle est composée de particules quantiques appelées le photon. Le photon, chaque photon a une énergie. La photon a une énergie. Cette énergie photonique se propage sous forme ondulatoire. Elle s'éclaire à la forme عندنا واحد القصص برك ها هنا القصص هذه باش تقول تاع الضوء الابيض. عندك يعتبر الضوء الابيض مركب وهو خليط من الوان الطيف السبع التي نجدها في كلمة حرص خزين. تسمى اللي بغى يحفظهم هذو تحتاجوهم في مش بارتي اوبتيك جيومتريك تاع رايونمون، حيث يمثل كل حرف الحرف الثاني من اسم اللون وهي مرتبة تصاعديا حسب التواتر احمر برتقالي اصفر الى اخره. تستعمل في دراسة الصيغات البيولوجية للضوء الابيض وحدة نانو متر. هاي التحويل 1 نانومتر و10^9 متر. يمتد طيف المرء من طرف الانسان بنفسجي 400 نانومتر، الاحمر 700 نانومتر. المصدر الضوئي وهو الذي يحدد تواتر الموج لا يتاثر هذا التواتر عندما ينتقل الضوء من وسط لاخر. هذه تحتاجها بزاف، لا يتاثر هذا التواتر عندما ينتقل الضوء من وسط لاخر. تحتاجها في تاع العين، كاين عندكم بارتي تاع العين تحتاجوها بزاف تاع العين. بما ان السرعه احفظوا العلاقه هذه بي تساوي سي على اف، دوك نهضروا عليهم، وتساوي لامدا في اف. لامدا في اف حيث اف هو التوتر لا فريكونس، ولامدا هو طول الموجه، فان لامدا هو الذي يتغير من تغير قرنية الانكسار. حاولوا تحفظوا بهذا القصص اللي تحفظوا البارتي تاع لاي. نكملوا عندك لا ليميير هي دوكا روحوا خواص الضوء. عنده خواص هندسيه وهي قائمه على انتشار مستقيم، الظوره وانتشر مستقيم، والسرعة عنده محدودة خلال سرعة الضوء في الفراغ، وعلى انعكاس والانكسار. حنا نركزوا على الانعكاس والانكسار، هذا عندهم شابيتر واحد. عنده خواص موجية وخواص كمية ما يحتاجهمش. عندك هنا لا ليميير، عندك لا ليميير سو بروباغ دون لي ميليو ترونسبارون، في الوسط الشفافة ينتشر الهواء. سو بروباغ سو بروباغاسيون اي ريكتونغيلار، تسمى مستقيمة. سي لو ميليو اي هوموجين، هذه نحتاجوها يكون مستقيم اذا كان الوسط متماثل. عندك ليليني الخطوط دو بروباغاسيون تاع الانتصار سو ابولي لي غايو ليمينو، ثاني تحتاجوها نسميها لي غايو ليمينو. ان انسومبل دو غايو ليمينو كونستيت ان فيسو ليمينو، هي قادر يسقسيك ما هو لو غايو ليمينو، لازم تقول هو ليلين تاع ليليني دو بروباغاسيون. وكيسقسيك على les faisceaux lumineux, l'ensemble du rayon lumineux. Celui-ci peut être convergent, divergent, parallèle. Si on a convergent, divergent, parallèle, on va faire un indique les faisceaux les faisceaux convergents. Tous les faisceaux sont très importants. مثلا تجيب لايزرمن لايزرمن او لايزرمن او لايزرمن، كل واحد قاطعو في فرد نقطة ثم نقولو راهم كونفيرجون. عندك لي فيسون ديفيرجون متابعة على تمام النقطة، ينتشر كلش كيما اللامبة. اللامبة هاي قاعدة هنا تنشر الضوء في كلش. وعندك لي فيسون بارالا كيما لايزر، فرد لايزر يطلق الضوء يبقى مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.